عزيزة: اسم علم مؤنث عربي كثير التداول. مذكره ، عزيز ، وبمعانيه. وعزيزة بنت عبد الملك ، توفيت سنة 634 هجرية ، قرشية هاشمية أندلسية. وهذا المعنى ، مكتوب بشكل كامل في وصف هذا الفيديو. ولتبحث عن اسمك اكتبه في التعليقات وسأضع لك الرابط إن شاء الله ، أو ابحث عنه في قوائم التشغيل حسب الحرف ، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات أو الجرس ، ليصلك تنبيه عند نشر أي تصميم جديد